وصل المنتخب الوطني العسكري للجيدو تألقه خلال الألعاب الإفريقية العسكرية بأبوجا بحصده لميداليتين ذهبيتين حققهما كل من ليلي مهدي في وزن 100 كيلوغرام وبن شعلال دهية في فئة الإناث وزن 78 كيلوغرام، في حين تحصل كل من داغول لقمان وفتوح عبد القادر على ميداليتين فضيتين، كما تحصل المنتخب الوطني العسكري للجيدو على الميدالية الذهبية حسب الفرق، ليعزز بذلك رصيد ميداليات النخبة الوطنية الرياضية العسكرية. حققت هذه الميدالية بتعب كبير لأنه كان ضغط كبير عليا، بس كل بارح كانوا اللي في جابوا دو ميدالي دو وبقيت أنا الأخرى هنايا، والحمد لله تحصلت على ميدالية ذهبية ونهديها كاع الشعب الجزائري ووالدي بيان سور وكاع اللي تعبوا معايا ومون كلوب تاني. ميرسي. من جهته توج المنتخب الوطني العسكري للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية في مباراته التي جمعته مع منتخب سيراليون بنتيجة 3-0 في أداء عكس احترافية أبناء نخبتنا الرياضية. هذا التتويج بالميدالية الذهبية في الألعاب العسكرية بنيجيريا في كرة الطائرة جاء بعد جهد كبير وتحضيرات طويلة وكبيرة. نشكر القيادة العسكرية لتوفيرها كل ما يلزم، ونهدي هذا الميدالية إلى كل الشعب الجزائري. أما في سباق 3000 متر موانع فقد حقق مشيشة هشام المرتبة الثالثة ونال الميدالية البرونزية. في حين تحصل بدومي ضياء شريف على الميدالية البرونزية في منافسة القفز الثلاثي.